احنا كنا نقراو ونطلعوا الجامعه، هو قالوا لا ندير لك حانوت ما تبعليش انا اللي فوايو انا، وكان يضحك علينا كي نروحوا بالكرطابله يقولنا اه ما زلتوا تقولوا انا سيداتي في الجامعه، نقولوا اه مازلنا نقولوا انا سيداتي، ويدير له حانوت. وبدا ولده يطلع شويه مرخوف، كيدير اليمونطاسيون جينيرال ما تصلحش، يقول باباه نحي لي اليمونطاسيون دير لي قش، يزيد باباه يدير له قش معليش في خاطر ولدي، يزيد باباه ما حامسش القش دير له ما نعرفش هي الراحه وكوسميتيك، زيد دير له هك كل خاطر يبدل. الطفل بدا يكبر ويتحل، بابا دير لي هكا دير لي هكا، وبعديك بابا شري لي دار، وبعديك دبر راسك عمر لي الحانوت، وبعديك ولا يسرق من لاكاس، وبعديك ولا ما يعرفش الانفستيسمون، ولا يقول باباه ولا يضرب لا دروغ، اعطيني حق لا دروغ ولا نقتل روحي، اعطيني حق الدار ولا نقتل روحي، اعطيني منع نفواياجي ولا نقتل روحي، نشرب ولا نقتل، هب البابا ولا يمشي حتى في الطوموبيل باراج تاع لابوليس ما يحبسش، يصدم في لابوليس بابا دوك يخرجني بابا ويخليني بابا في الحبس، بابا كره منه ولا يتبع الالكول ولا يتبع اصحابه غروا به، حتى نعد بابا جاب لابوليس وقال لهم اديوها عليا، مرته اللي زوجها له قتلها بالضرب وهربت منه، قال لهم اديوها عليا. بابا اللي كان يقول ولدي مش فايو توصلت انه يقول لولده جاب له لابوليس وقال لهم اديوها عليا. شتو حكاية الربعة دورو الطفل؟ هذه حكاية الطفل المسكين، وصل جماعة صح، أعطيني سوارد لا نقتل روحي، أعطيني دار لا نقتل روحي يا بابا، بابا يدلو هك وضرب السوارد وضرب الألكول وضرب مرته وضرب أمه وكرهه وهبلها، كانت نتيجة في الحبس. خلينا من حكاية الربعة دورو نطلعوا شوية النيفو، نروحوا للجابون. الجابون يا ناس عندهم أرض فولكانيك ما تصلح لا زراعة ما تصلح لا فيها معادن ما فيها والو، خرجوا من حرب عالمية اكشفتوا النيوكليير واش دار فيهم الماريكان، هلكتهم لراديياسيون مازالوا لليوم، خسائر بشرية مادية مورال طايح، وقفوا قدام الشعب تاعهم قالوا لهم يا شعب حكاية الربعة دورو راكم ما عندكمش باباكم يخلص عليكم، تخدموا يا جابون تنجحوا، ما تخدموش تكوليو، ما كان حتى حل. فهموا لي جابوني خدموا. كاينين بعض الدول صار لهم كيما باب الطفل هذاك، يا شعب ما تخدم ما تكسر راسك، كاين البترول باباك يخلص، هاك البترول وش حاب؟ حاب خدمه اجبد بترول هاكو الخدمه، حابين سكنه هاكو سكنه، تعليم هاكو تعليم اجبد من البير وخلص. الشعب هذاك اللي تربى بالبترول طلع كيما الطفل هذاك اللي حكينا عليه تاع الربعة دورو، طلع محلول خلاص، عاد يقول له يا بابا اعطيني سكنه لا نحرق روحي، اعطيني خدمه لا نقتل روحي، لا هبلك الدار. الاب هذاك اللي كره من ولده كيما ديك الدوله اللي حارت لانها فسدت شعبها باقتصاد غلط، ماهوش كيما هكا يا ناس، ما يدارش كيما هكا الاقتصاد، مش هو دي الاقتصاد، كنا نخشوا في الاقتصاد قد وحابين ندير لكم في تي ار ونشوفوا احوال الشعب تاعنا وش يفكر في الاقتصاد على بلادنا، كيفاه لي جون يخموا على اقتصاد على بلادنا، نشوفوا في ساعه لو في تي ار تاع الاقتصاد ونوليو. ليكونومي تاع بلادنا راك تشوف رانا في ان سونتر كوميرسيال باري هذاك سافي سي اون ايماج دو مارك اون اوروب تقدر تقول الجيري والاوروب سي بريسك كيف سي فري ان دي مون بصح الحمد لله الجيري في لي الاقتصاد الوطني راه في مستوى عالي تبارك الله، الله يزيد ونتمنوا المزيد المزيد، وهذه تتطلب المنافسه راها تقريبا تمشى شرعيه ان شاء الله بحول الله ندخلوا المنظمه العالميه للتجاره، خاطر لحد الان رانا مازال ما وصلنا هذه المرحله. اذا تحدثنا عن الاقتصاد الوطني فيمكن القول انه متدبر، اي انه يمر بمرحله. هناك في بعض المنتوجات وين كاين تقدم الخط، خاصه اذا جينا مثلا الالكترونيك لا مثل التلفاز ولا اختلاف وكذا موجوده، لكن اذا جينا لبعض المواد الاخرى نشوفها ناقصه بالاضافه الى الجوده. حتى نقول انه عندنا اقتصاد وطني لابد ان تكون جودته عاليه وتكون ايضا منافسه،
بالنسبة للمنتوجات الأخرى، أنا نشوف حاليا المواطن الجزائري وين يروح؟ يروح للماركات على أساس أنه كاين جودة، وبالطبع في هذه الحالة يبقى ضعف موجود في هذا الاقتصاد. لذلك أيضا قضية الثمن، الثمن طيب إذا كان هناك إنتاج يكون ثمن مرتفع ويكون المواطن البسيط، لما نقول المواطن البسيط يعني العامل البسيط اللي يتقاضى 30,000 دينار ماهوش بإمكانه باش يحتني هذه الأمور، بمعنى الاقتصاد بالنسبة ليه موجود أو غير موجود نفس الشيء. الجزائر نظن هي في التقدم، أنا في اسم دو جور ان جور اون فوا بلي كاين دي مارش، كاين ان ديفلوبمون في ليكونومي الجيريان. بصح جو بونس كو لا فامي الجيريان يعني ما عندهاش كل القدره الشرائيه تاعها، راهي نظن هابط يعني متواضعه يعني حد ادنى يعني بارابور لا سوسيتي اترونجير جو بونس، يعني باش كي تكومباري تروح للخارج وفي الجزائر مش نفس المستوى. إلي مويان إلي بيان إلي بيان بيان افيك لي هو إلي با دون ايكونومي دون بيي كي فيان افوار جوست 50 ans، سي با تري سي انكور جون، سي ان بيي دو توت فاسون إي نو مونك بوكو دو كولتور سيتادين. كاين اللي راهي طالعه بيه، كاين مسكين الغرب راهي كون طران دو سو فورمي، مي كاين دي سيستيم دي ليكونومي الجيريان راهي يستخدموا فيها، راهم يديروا لي زوفر دومبلوا لا كرياسيون دي زيزي لي زونساج هادو اون سيت كي دي اون سيج ان تيت انتربريز بصح يتخدم زوج ثلاثه صافي يدير دي فامي، راهم لو بوفوار داشا راه يتسقم بشويه ماشي دي جور لون دومين يتسقم، مي بوتيتر دون 5 اون لا 6 اون الحمد لله الجيريان كي تفرمي يقول لك ما خصني والو. مي لو جور وين اون اوغا بلو دو بيترول لوين نرجعوا؟ كاين بلدان اللي راهم كيما يقول لكم بلدان غير الشقيقه، عندهم لو توريزم، عندهم لاندستري، يعني نظن حنا هاد لي دو دومين راه مازلنا في يعني في يعني رانا يعني مش ماناش في المستوى. فوالا هذا كان لو في تي ار على الاقتصاد، وشفتوا لي جون تاعنا كيفاه يخموا وشي عقليتهم ولا وشي تفكيرهم في الاقتصاد تاعنا. اون فات انا حبيت ندير حصه باش الناس الكل ولي جون باللي قرا باللي ما قراش بالكبار بالصغار نحاولوا نفهموا وش هو اسس الاقتصاد، وش هي المشكله تاع الاقتصاد، ونشوفوا مشكله من المشاكل في تلخيص في الوقت اللي بقانا. عم بالكم في الاقتصاد العالمي ولا في اقتصاد اي دوله كاين واحد نعيطوا له ان سيركوي، واحد السيركل هاك تخيلوه، سيركل تويو تاع ماء كيما تويو تاع لابلومبري تاع الدار، تويو تاع ما يعيطوا له السيركل تاع الاقتصاد، هذه الدورة الاقتصادية. يقول لك هذه الدورة الاقتصادية لي زيليمون اللي فيها هما الشعب، تخيل أنا ننتج حاجة أنت تشراها، وبالصوارد اللي شريتيهم تزيد تروح تشري من عند واحد آخر، والآخر يشري من عند الآخر، والآخر يشري من عند الآخر، والآخر يشري من عند الآخر، والآخر الآخر الآخر، هذه هي الدورة الاقتصادية. يقول لك بلاد الاقتصاد تاعها يكون بيان كي الدورة الاقتصادية تدور، الصوارد يدوروا، أنا نشري من عندك وأنت تشري من عندي ولا نشري من أم نفس الصوارد يا جماعة، نفس الصوارد اللي محطوطين في البلاد قاعدين يدوروا ونتبادلوا بهم الخدمات، نشري عليك، تشري عليا، نشري عليك. ساعات في دول أوروبية ما تشوفوهمش الصوارد، يحطوهم في لي بنك ويمشيوا باللي شاك. صوارد ليكيد محطوطين والناس تمشي بالهضره، هاك شاك هاك شاك هاك شاك هاك شاك والدور. هذه هي لا بيرفيكسيون، الدوره الاقتصاديه هاك. المشكله يقول لك لو كان الدوره الاقتصاديه فيها اون فويت كيما التويو تاع الماء، وش يصير؟ الديبي ينقص، الفويت يخرج، الماء يخرج من التويو. الدوره هذيك الاقتصاديه ما تعودش تدور قد قد، يعود كان ناقص الديبي يطيح. تخيلوا احنا في بلادنا التويو هذاك مفلق. وين الدورة؟ ما كانش. كيفاه ما كانش؟ ما كانش إنتاج. كان دورة ما كانش تويو مفلك، شكون خارج منه الماء؟ إمالا كيفاه نديرو؟ حنا الصوارد اللي تحطهم الدولة يدوروا في الدورة ديكا يديسباريو، يخرجوا من الدورة. تقعد عندنا فيد. واش كاين يا جماعة؟ ما كانش دراهم. عم بالكم واش تدير دولتنا؟ تعيط لاسويس، يا بقرة لاسويس، زيد يطبعي شوية من الساكات، يطبعوا لنا ب 100,000 هذوك، ردك 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 ردك، زيدوا نجيبوا ب 100,000، زيدوا نحطوهم في الدورة، هما يدوروا وكم تويو مفلق، يزيدوا يخرجوا الدراهم، شكارة، سياسة شكارة، هذه هي سياسة شكارة، عيطوا له المارشي باراليل، يخرجوا، وين هما الدراهم؟ كاينة ولا ما كانش دراهم؟ الشعب تاعنا شتوه يسقسي؟ حنا عندنا ولا ما عندناش؟
الدوره الدمويه الاقتصاديه فارغه. يزيدوا يعيطوا بقره لاسويس اطبعوا لنا شويه ب 100000 وب 200000 ديروا لنا مزيه شكاير تقال زيدوا خدموا لنا ب 200 اطبع ردق 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 ب 200 طب طب زيد حط في الدوره مفلقه مش قاعدين ديروا يا جماعه. شو الواحد عنده تويو ومفلق وقاعد كل خطر يحب يصب في الماء. ونجيبوا الصوارد منين؟ من البترول. هز البترول اشري دراهم حط هز وانجكتي. عمالكم مش يعني دورة دا اقتصادية بالريح هذيك الاقتصاد ما طلعش. كيف الاقتصاد يطلع؟ لازم تسيلي الدورة تقفلها. ما كانش هذاك اللي مخبي سواردو بالشكارة مخبيهم منه مخبيهم منه ما كانش. حتى ربي سبحانه لما دار الزكاة ربي سبحانه كي دار الزكاة به السوارد تاع الغني ما يخبيهمش شكارة تحت السرير. يقول له ربي هز من سواردك ودخلهم في الدورة الاقتصادية مدهم الفقير به يزيدوا يدوروا ويمشيوا المارشي. طونك الصوارد يرقدوا تحت السرير وبالشكاره مخبين عند ناس حبس. يقول الاقتصاد في حاله وعمره ما يوقف على رجليه. مازلنا يا جماعه في بلادنا واحد يشري دار بمليون يدي شكاره مليون هاك مليون دينار يعني 1 مليار ها هاك راكم حاجه عجب يا ناس. واحد يشري طوموبيل ب 500 مليون يدي شكاره. حتى الكونسيسيونير اللي تشري من عنده طوموبيل يقول لك جيب لي شكاره ما نستعرفش بالشاك وادوما الشكاره واش حاس يقول. هما الصوارد اللي خارج الدوره الاقتصاديه ديك الصوارد رايحه تسمى مشكل كبير في الانتاج. ما كانش حتى درك تروح لوتيل تقول له هاك بوند كوموند يقول لك لا ما نستعرفش جيب لي شكاره خلص كاش. في فرنسا في اوروبا ما تلقاش كون يحكموا عندك 3000 يورو يقول لك مين جبتهم اعطيني لا تراسابيليتي. ال 3000 هذوك لازم ديتكتيهم انا وين هم في الدوره في الدوره الاقتصاديه وين هم. لكن خارجين راك تفلقلي في الاقتصاد وعلى هما اللي يبيعوا الاورو بالنسبه لهم راهي كارثه. احنا نورمال تلقى السيد هاز باكي سوارد ويبيع لك في الاورو وين المشكل؟ هو اقتصاد الدوله قاعد يتخرب. يعني حتى يعني جي يعني فنانه كبيره كما اليسا قتلتها مسكين تخلص شكاره فنانه بالمليار قدام العلن هاي تخلص شكاره تعود الوزيره تندد ممنوع الشكاره ممنوع رو اقتصاد الدوله. دونك فهمتوا الاقتصاد وش هو الدوره الاقتصاديه؟ هذا هو المشكل في بلادنا. تسمى المشكل في بلادنا لازم الصوارد للداخل. حتى كي يشوفوا بزناس وش حاس يقول بزناس قوي كي تهضر مع واحد خضار قوي ولا يبيع الصبابط يقول لك الصوارد لازم ندورهم حتى نربح شويه ما يرقدوش عندي السلعه ما ترقدش نجيب ونبيع نجيب ونبيع. يعني هذا ما هو وزير اقتصاد لا والو فهمها. خضار قادر يفهمها يقول لك بيع دور ما تخليش السلعه ترقد. وعلاه انت تنتج وانا نمدلك وانت تبيع وانت تعاود. تسمى في بلادنا المشكل دوره اقتصاديه مفلقه مفوته. نحيو الشكاره الجوار تاع فوتي يخرج 900 مليون مش لازم يا جماعه. كلش عاد بالشكاره تتقفل الدوره ديكا ويبدا الانفستيسمون فيه في الانتاج. لازم انتاج. عم بالكم كان واحد السياسه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام وش يقول لك؟ يقول لك الماء والثراء الله اعلم والنار. يقول لك المسلمون حقهم وش هو؟ يشتركون فيه في الماء والثراء والنار. هذوما ثلاث حوايج ثروات يعني تاع البلاد يفو با كيخشوا في الدوره. كون يخش البترول في الدوره الاقتصاديه راح تفلقها خاطرك هي مبنيه على الانتاج والاستهلاك. انا ننتج وانت تستهلك انا ننتج والاخر يستهلك. انا كون تدخل البترول اللي هو وش بير حط دراهم راح تفلقها الدوره راح تدير ان فائض كما يقول. صافي كوش يصير احنا في بلادنا لازم يقفلوها ويهتموا بالانتاج. يا ناس انتجوا تعلموا انتجوا. احنا بلاد غير تستورد غير تشري اشري 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 اشري. حتى جوار تاع فوت لازم نشريوه ونجيبوه. ما عندنا ننتجوا حد شيء. مسلسل تركي مسلسل مشنا قادرين احنا نديروا مسلسل نولي وحنا اوبليجي نشريو مسلسل نشريوه. انتج لي فرونسي كانوا لي فيلم تاعهم لي بلو نول او موند. اليوم لي فرونسي عادوا يديو دي زوسكار خاطرك ينتجوا. الانتاج يا جماعه كان تشفاو على غاندي به الاقتصاد تاع الهند يطلع دلهم قانون خاطرك هو رجال والشعب تاعو اللي معاه رجال. قال لهم من اليوم ما بقينا نلبسوا حتى تيسو اونجلي كانوا مستعملينهم لي زونجلي نشريو غير التيسو تاع الهند باش الهنود يخدموا والماكله نشريو غير من عند الهندي. هذه العقليه لما توصل في بلادنا
نعود نشري من عند الجزائري والتيسيو الجزائري ونخدم منتوج جزائري، واللي يخدم حصه تلفزيونيه لازم يكون جزائري، ما كان له نروح نشري بالاورو والدولار حصه تاع تركيا وحصه تاع منع تاع لبنان وحصه تاع البرازيل، والناس قاعدين يديو لنا في الدراهم. عدنا في كلش نشريو، عدنا كلش نشريو من الخارج، من المسلسلات اللي جوار للقش كلش، والانتاج تاعنا وقتها راح يطلع. ولما نهدروا كيما كان ما نهدرش غير على الشعب، الشعب يقول لك هاني قادر ننتج، بصح كون ما كانش تدعيم وكون ما يكفوش ويديروش قوانين باللي يا جماعه لازم تشريو من عند الشعب. عم بالي الحصه ثقيله باسكو الاقتصاد، باه نقولوا لهم باللي رانا مش ندراري، رانا فاهمين الاقتصاد وحابين نبسطوه باش الناس يفهموا باللي الاقتصاد راهو حاجه مهمه في بلادنا وما هيش مسؤوليه غير الدوله. الدوله احنا نحاولوا نوعيوها ونحاولوا نوعيوها من طون لي جون. الدوره الاقتصاديه احضاها يا جماعه، اي انسان يتعامل بالشكاره راهو قاعد يريب في الاقتصاد تاع بلاده، والبلاد اللي تشوف الشكاره قاعده تدور وما تحركش يعني قلبها ميت، ومش راح تتعدل الاقتصاد تاع بلاد، والله ما راح تتعدل. وتبومبي البترول وتنجكتيه في الاقتصاد والله ما هو حل، راهم يكذبوا عليكم يا جماعه، او مش هو حل. بنكة تمد شباب ديون وبعليك يقول لك نمسحوا لهم الديون، او مش هو حل. البلونكا هذيك راح تخلفه لك في حاجه اخرى، ما تكسرش راسك. استغلال البترول لهذه الدرجه ماهوش حل، لازم انتاج، لازم ننتجوا ونتعلموا ننتجوا، ولازم الدوله تفهم باللي ما عندها حتى حل تنتجوا وتخسروا، بصح منا على عامين ثلاثه يظهر يبان كما صرا للجابون، باش ما نبقاوش احنا شعب نوقفوا قدام الدوله ونقولها اعطيني سكنه لا نحرق روحي، اعطيني سكنه لا نذبح روحي، اعطيني سوار لا نقتل روحي. هذه كانت الحصه تاع الاقتصاد، عم بالي شويه ثقيله، بس على الناس اللي يفهموها ويفهموا المعاني تاعها، واللي جون اللي هضروا كل نشكروهم، واللي بعث لنا وقلنا لازم تحكيوا على ليكونوميا الجريان، حكينا على جزء صغير يا جماعه باسكو سي بلو كومبليكي. المهم الفكره تاع اليوم كانت حول الاقتصاد الجزائري وعلاه راهو في حاله كيما كا. ان شاء الله غدوه نتلاقاو في حصه واحده اخرى، في حلقه واحده اخرى، فكره واحده اخرى. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ملاقات الخير غدوه في كلمه حق.